والفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك المظلومين الغرباء النائين عن الأهل والأوطان، ما خاب سعادتي من تمسك بكم، أمن والله والتجا إليكم يا غريب يا مظلوم كربلاء. السلام على الحسين. شارك الزوار في عرفة، يا ليتنا كنا معكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ثانية بأعلى الأصوات. السلام على الحسين وعلى يا ليتنا كنا معكم وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. رحمك الله يا دمستان. في أكو قصائد غيرها، أحرم الحجاج قصر الحج للبيت الحرام، أحرم الحجاج أياما ببعض الأشهر، لكن لا هذه القصيدة كأنها غضة طرية. أحرم الحجاج عن لذات بعض الشهور وأنا المحرم عن لذات كل الدهور، كيف لا أحرم دابا ناحرا هدي السرور وأنا في مشعر الحزن على عرس الحسين. حق للشارب من زمزم حب المصطفى أن يرى حق بني حرمان معتكفا ويواسيم
وإلا حاد عن باب الصفا وهو من أكبر حوبين عند رب الحرمين. فمن الواجب عينا لبس سربال الأسى واتخاذ النوح وردا كل صبح ومساء واشتعال القلب أحزانا تذيب الأنفس وقليل تتلف الأرواح في رزء الحسين. وحسينا لست أنساه أبو علي ما عند مأوى لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى لا إذا بالقبة النوراء يشكو أسفا قائلا يا جد رسم الصبر من قلبي عفا ببلاء أنقض الظهر وأوهى المنكبين. ايش عندك ابو علي؟ ايش عندك عند قبر جده؟ ايش هالشكايه اللي عندك؟ صبت الدنيا علينا حاصبا من شرها لم نذق فيها هنيئا بلغة من بريا ها أنا مطرود. الله يعينك يا أبو علي. ها أنا مطرود رجس فاجر في بريا تاركا بالرغم مني دار سكن الوالدين. وحسينا ايش تريد ابو علي من جدك؟ غمني عندك يا جداه في هذا الضريح. لا حاجة لي في الرجوع الى الدنيا، لا بد لك من الرجوع الى الدنيا حتى ترتقي الشهادة. ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني. انت عندك الشارك الزوار في عرفة. ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح فعسى طول الأسى عندك بين الدكتين. جداه جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيح وأشاب الهم. الله يعينك يا أبو علي. وأشاب الهم راسي فعلى وإذا بالجواب من القبر فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين. وحسينا شوف عاد البشارة من النبي بضينا هذه مستاني البشارة من النبي للحسين. أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء نبلاء لكن الماضي قليل لكن أبو علي الصبر ترى فاتخذ ذرعين من صبرين وحزم سابغين. ايش عندك يا رسول الله ويا ابنك الحسين؟ شنو هالبشارة؟ ستذوق الموت ظلما وحسينا ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء وستبقى في ثرى عافرا
ويلي ويلي تقدر على هالبيت لما تقدر يا شيعي فكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الوديين وحسينان بعد عودة وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الوديين وحسينان وش حال زينب وش حال زينب يا رسول الله من بعد الحسين وكأني باليتامى من بناتي تستغيث وكأني بالأيامى من بناتي تستغيث صغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث وويلا قد برى الشام والنظار وين أبو فاضل يا زينب والسير الحديث بينها السجاد بالأصفاد مغلول اليدين وحسينان فبكى قرة عين المصطفى والمرتضى رحمة للآل لا سخطا لمحتوم القضاء إذ هو القطب الذي لم يخط عن سمت الرضا مقتدى الأمة والي شرقها والمغربين حين نبأ له الغار بما قال النبي أظلم الأفق عليهم بختام الكرب فكأن لم يستبينوا مشرقا غشيتهم ظلمات الحوض من أجل الحسين وحسينان بأعلى الأصوات خلي يسمعك الصرخة أشهد أنك تسمع الكلام وترد السلام فسرى بالأهل والصحب بملحوب الطريق يقطع ما حصل ما وحتى في بيت الأمان بأبي وأمي فسرى بالأهل والصحب بملحوب الطريق يقطع البيداء مجدا قاصدا بيت العتيق فأتته كتب الكوفة بالعهد الوثيق نحن أنصارك فاقدم سترى قرة عين بينما الصبط بأهليه مجدا في المسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين وحسين حطوا على هالوادي حطوا على هالوادي يا عزوتي ورجالي حطوا على يا قومنا بنشيدكم وانا الخبير اسمه هذه اراضي جدي كرب البلاء سماه يصير بيك بسوفيك ابو علي يشرب ثراها دمي وتبخل علي
راضي أنا بهالتربة وحطوا على فعلى صحوة زان فأبان يرحل فدعا في صحبي يا قوم هذه البلاء قيل هذه كربلاء قيل هذه كربلاء قال كرب وبلاء خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين هنا تنتزع الأرواح من أجسادها بضبا تعتاض بالأجساد عن أغمادها وبهذه تشرب الأبطال من أوداجها ويلا في وثاق الطلقاء الأدعياء الوالدين وحسين وبهذه تيتم الأزواج عن أزواجها وبهذه تشرب الأبطال عنها من أوداجها وتهاوى أنجم الإشراق عن أبراجها غائبات في ثرى البوغى محجوبات بين والصار يا دمستاني فأطلتهم جنود كالجراد مع شمر وابن سعد كل كذاب فاصطل الجمع نار الحرب في يوم عسير واستدارت في روح الهيجاء أنصار الحسين وحسين يحسبون البيض إذ تلبس بيض القلل بيض أنس يتمايلنا بحمر الحلل سيذوقون المنايا كمذاق العسل شاهدوا الجنة كشفا ورأوها رأي عين بأبي أنجم سعد في هبوط وصعود طلعت من فلك المجد وغابت في اللحود سعدت بالذبح والذابح من بعض السعود كيف لا تسعد في حال اقتران به وحسين بأبي أقمارتم من خسفت بين الصفاح وشموس من بروج في رؤوس وشموس من رؤوس في بروج من رماح ونفوس جرعت أن ترد الماء المباح جرعت كأس أوام وحمام قاتلين ونفوس منعت أن ترد الماء المباح وويله وحسينان جرعت كأس أوام وحمام قاتلين وش صار يا دمستاني أبو علي بعد هالصفوة عندها ظل حسين مفردا بين الجموع لكن المساعد الله بقيت وحدي بغير سبعين ما تملي وظليت انا ما بين محتالين ما بينهم كالطير مكسور الجناحين عندها ظل حسين مفردا بين الجموع ينظر الآل فيذري من أماقيه الدموع فانتظى الضرب عنهم مرهف الحد إلى مو عزمه يغريه بالعام شمال الصفحتين وحسين وإلى فاتحا يلا علي يا زينب تبرز يا علي الوصية
اجبر رجع عند الوصية على تودعي من الله وش لحصية هذي حلم المجلس التوديع للأحباب باب فاحتسوا من ذلك التوديع للأوصاب صاب موصي الأخت التي كانت لها الآداب داب زينب الطهر بأمرين وبنحيين نافذين وحسينا اسمعي يا زينب اسمعي أخت يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي أي المحاجر لا تبكي عليك دما يا عبد الله أبكيت والله حتى محضر الحجر أخت يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي إنني في هذه الأرض ملاقي فاصبري بالصبر من خيم الكرام المترعي كل حي سينحيه عن الأحياء حين وحسينان في جميل في جليل الخطب يا أخت اصبر الصبر الجميل إن خير الصبر ما كان على الرزق الجليل واترك الله لا تشقي علي الجيبة ولا تخمشي علي وجهه واعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقى كل شيء هالك إلا وجهه ويلا أخت يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي إنني في هذه الأرض ملاقي مصرعي فاصبري بالصبر من خيم الكرام المترعي كل حي سينحيه عن الأحياء حين في جليل الخطب يا أخت اصبر الصبر الجميل إن خير الصبر ما كان على الرزق الجليل واترك الأطمع على الخائن وإعلان العويل ثم لا أكره سقي العين وارذى الوجنتين بأعلى الأصوات وحسينا شتريد من اختك زينب يا ابا عبد الله اخت هاتي لي رضيعي اراه قبل الفراق اخت هاتي لي رضيعي اراه قبل الفراق فاذن بالطفل لا يهدى والدمع مراق على اي حاله على اي على اشياء يتلظى ظمأ والقلب منه باحتراق غائر العينين طاوي البعض ذاوي الشفتين فبكى لما رآه يتلظى بهوام بدموع من أماكن تخجل السحب استجام فنحى القام وفي كفاه ذياك الغلام وهما قلباهما من ظمأين كالجمرتين لسان الحسين كالخشب اليابس فدعا في القوم يا لله من خطب فظيع نبئوني أنا المذنب لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين وحسينان شتريد ابو علي من الاعداء ما بيسكن طفلك يا ابو علي عجلوا نحوي بماء اسقه هذا الغلام فحشاه من اوام واضطرام وكلام فاكتفى القام وحسيناه
فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام، وإذا بالطفل قد خر صريعا لليدين، وحسينان جاب الطفل يا شيعة استقبلته سكينة، لعلك سقيت أخي الماء وأتيتنا بفاضل الماء. صيح بويا سقيت خيك وجيتني بفاضل الماء، بالعجل برد غليلي من الظما ذايب حشايم، خان بدهريش بيدي على الذي روي ضماي، جلب حسرة وحط أخوها بين يديها ومددة، قالت الصاير بخيي تمدده فوق الثرى، قال أنا لا تنشديني وشوفي بحال أشجرة، صدت ولنام فارق والأوداج مهبرة، ظلت تنادي يا خويا إيش هالذنب منك سدى، فحمى مما حمى ممن حر الطفل دما، ورماه صاعدا يشكو وينادي يا حكيم أنت خير الحكماء، فجعل القوم بقتل الطيب قلب الوالدين وحسينان، وأغار الصبط للهيجع بمأمون العثار، إذ أغار الضمر العثيار بالنقع فثار، يحسب الحرب عروسا ولها الروس نثار، ذكر القوم ببدرين وبأحدين وحنين، بطل ظل من الجمع على الأبطال طال، أسد يسترس الأسد على الآجال جال، ما له غير إله العاش في الأهوال وال، ما سطى في فرقتين إلا توالت فرقتين، ما له في حومة الهيجع والكر شبيه غير مولانا علي والفتى سر أبيه، غير أن القام النبلة على النبلة والضربة على الضربة، إن المنادي وحسينا ما له في حومة الهيجة والكر شبيه غير مولانا علي والبتا سر أبيه، غير أن القام بالكثرة صاروا متعبين، وهو ضامن شفتاه أضحت أعناشفتين وحسينان، إلة الإيجاد من نفسي على الأمجاد جاد، ما وناقضت ولا عن عصمة الإلحاد حاد، كم له فيهم سنان خارق الأيباد باد، وحسام يخطف العين ويبري الأخدعين، وويلا ذأبه الضاب إلى أن شب في القلب أوام، وحكى جثمانه القنفوذ من رشق السهام، وتولى الضرب والطعن على الليث الهمام، وعراه من نزيف الدم ضعف الساعدين وحسينان، يا لها من فجيعة، ليتك يا رسول الله حاضر، ليتك يا فاطمة الزهراء حاضرة، وتدنى الغادر الباغي سنان بالسنان، وتذن الفاجر الباغي سنان بالسنان، طاعنا صدر إمامي، جاء
جعلك الله مع الزوار إن شاء الله تشاركهم. فتدنى الباجر الباغي سنان بالسنان، طاعنا صدر إمامي فهوى وأهل الجنان. أشرفت تبكي عليه أسفا روح حور الجنان، وبكى الكرسي والعرش عليه أسفين. وحسينان ما دروا إذ خر عن ظهر الجواد السابحي، أحسين خر عن برج السماك الرامحي. أم هو الشال بدر وقد حل بسعد الذابحي، أم هو الشمس وأين الشمس من نور الحسين. وحسينان أي عين بفناء الدمع لا تنخرقان، وحبيب المصطفى بالدرب مخضوب بكان. دمه والطين في منحره مختلطا وحسينا. أي عين بفناء الدمع لا تنخرقان، وحبيب المصطفى بالترب مخضوب بقان. دمه والطين في منحره مختلطان، وله أوج تعالى فوق أوج الشرطين. لهف نفسي إذ نحى نحو الفساطيط الحصان، ذاهلا منفجعا يصهل مذعور الجنان. ما إلى السرج عثور الخاط في فضل العناية، خاضب المفرق والكفين من نحر. وحسينان أيها المهر توقف لا تحم حول الخيام. يا مهر يا جوال زينب وخوال زينب ينتظرون لحسين يجي سالم. أيها المهر توقف لا تحم حول الخيام، واترك الإعوال كي لا يسمع. لا تقول الظليمة الظليمة، تسمع زينب أخوان زينب سكينة تسمع. أيها المهر توقف لا تحم حول الخيام، واترك الإعوال كي لا يسمع الآل الكرام. كيف تستقبلهم تعذر في بضل اللجام، وهم ينتظرون الآن إقبال. وحسينان مرق المهر وجيعا عاليا منه الصهيل، يخبر النسوان أن السيف وويلا. مرق المهر وجيعا عاليا منه الصهيل، يخبر النسوان أن السيف في البوغاء. جليل ودم المنحر جار خاضب الجسم يسيل، جاريا من نحره الدم كما تنبع عين. وحسين الله يعينك يا زينب، الله يعينك يا زينب. يوم جاء الجواد خالي من راكب المايل السالس، خرجت مد سمعت زينب إعوال الجواد، خرجت مد سمعت زينب إعوال الجواد. تحسب الصبط أتاها بالذي ما درت أن أخاها عافرا في بطن واد، خاضب المفرق والكفين من نحر الحسين. وويلا وهي من عظم مصاب لابسة ثوب السواد. على أي حال يا المستعلي وش سوى الزينب؟ وهي من عظم مصاب لابسة ثوب السواد، وهي بالكفين فوق الراس تحثو بالمداد، وتنادي أين خلفت حسينا؟
كن خبيري أي أرض ضمن الجسم الحسين، كن خبيري أي أرض ضمن الجسم الحسين، مذ وعد ما لاح عن ظهر مذ وعد ما لاح من حال الجواد الصاهلي، خرجت ماسخة الجيب بلب ذاهلي، وبدت من داخل الخيمة آل الفاضلي بصراخ كاد أن يهدم ركن الحرمين، فغدت كل من الدهشة. أنا ما بوصل للشمر لأنه مو في وقته، ما في وقت هذا، لا لا بس 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 الشمر بس إشارة بس، ما بقول بعد قطع الرأس، لا لا مو في وقت هذا. بغدت كل من الدهشة تهوي وتقوم، وعلى أوجهها من كثرة الأطم كلوم، وحقيق بعد كسف الشمس أن تبدو النجوم، وتسارعنا إلى موضع ما خر الحسين وحسينا. بس هالبيت بجيبه، ما بجيب قطع الراس، ما بجيب قطع الراس. واذا بالشمر جاثم كصدر الطاهري، واذا بالشمر جاثم فوق صدر الطاهري، يحضر الاوداج منه بالحسام الباتري. ويلي ويلي وحسينا، قد صاقتنا عليه بفؤاد طائر صارخات قائلات، خلي يا شمر حسين، صارخات قائلات خلي يا شمر. ايه انا ما جايب موضوع، ما في وقت لموضوع. أبو علي، أبو علي أنت الآن خارج، خارج من مكة بيت الأمان، والناس تريد تحج بحجك وتطوف بطوافك وتسعى بسعيك وتنحر بنحرك، وشنو أنت خارج في هذا؟ عبد الله ابن جعفر، الحجاج يلبون يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لكن لسان حال الحسين شنو تلبيته؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك بذبح أطفالي لبيك، لبيك بذبح رجالي لبيك، لبيك بسبي نسائي لبيك، لبيك بحرق خيامي لبيك. أين المنادي وأنت بعد نادي رب الحسين؟ لبيك يا حسين لبيك، لبيك يا حسين لبيك داعي الله لبيك. شنو حجك أبو علي؟ قال الحج ما هو في الحج، أج حجي يا شفية. وين حجك أبو علي؟ حجي وسعي في أطفوف. أنا الحج ما هو في الحج يا حبيبي، يا حجي يا أب اسم الكعبة والحجار، وحجر النبي إسماعيل ذبح ابني المبرور، حشري ونشري فيه. عندك ضحايا أبو علي؟ الحجاج يضحون بضحيات يوم العيد، انت شنو ضحاياك؟ الأكبر العباس، القاسم، حبيب، مرير، فلان، كلهم أي أضاحي؟ عندي ضحايا ما حدين، ما أحد ضحى مثلهم.
والأرض تبكي ترجف والسماء تبكي لجلهم حليت عاينهم هم ضحايا الغادرية. شو يصيرون لك أبو علي؟ شو يصيرون لك؟ ذولا أسبوعي يا ابن عمي والأضاحي فرسان حربي وفي الحريبة وهم أذباحي وابقى أنا كالطير مكسور من غير ناصر في طفوف الغاء وفيها بحر واليوم حجي سبعة أشواط فيها المر والمعركة المعركة والصفا الفسطى وانا الكعبة والحجار اروانا المحتاط واما مبيتي في منى في الغادرية. الحجاج ابو علي ينزعون الاحرام ويلبسون المخيط. انت شنو مخيطك ابو علي؟ واذا بزينب تنادي اما فيكم مسلم يواري هذا الجسد السليم؟ واذا بابن سعد العين هذا المخيط مال الحسين. واذا بخيول الاعوجيه ترد جناجن ابي عبد الله الحسين الى المنادي وحسينا صاعده ونازله. أويلي والحاج تنزع للإحرام وتلبس مخيط وأنا أتعرى وينقلب جسمي دمع بيض ما لي مخيط غير دوس الخيل تخبيط وما مبيتي في منى في الغادرية وما انفيض الحاشا للحرم للشام وما الدعاء والتلبية ضجة الأيتام فوق الهزل تنعى ودمع العين سجام ضيعتنا يا حسين برض الغادرية. شوية أكمل لك في خروجه من مكة. خروج الحسين من مكة أنا ما جايب موضوع لا. خروج الحسين من مكة وقاموا النسوان عاد منو اللي يركب النسوان؟ عاد فيهم وحدة قامت تلتفت يمين شمال تلتفت يمين شمال من اللي يركبها؟ جل أكبر بيركبها؟ قالت لا 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 يا القاسم بيركبها؟ قالت لا 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 لا. نظرت إلى من؟ نظرت إلى كفيلها أبو الفضل العباس. قال لها يلا يا أخي زينب يلا قومي إحنا من الحل الآن. وين؟ قال لها إلى كربلاء إلى أرض الشهادة. يلا وينك يا شاعر؟ يوم اللي قام هيئت الهواجج هيئت الهواجج قاصد الى ارض الشهاده. يوم الذي راع الشام انواي الدرع جاب المحام الحرام كل فارد وجد حيه صد للوادي عام ابتسم حبا اسرع قال لها يا عزيزه تعالي قومي نروح قالت يا خويا ما احملي يا هو الذي قال لها
عيناتي بشيري امرك نود نتمث قالت لا نعمني الذخر بوجودك الممشح. هذا البيت اللي يفجع القلب كل ساعة عباسه محمال صد للشاهد ناشده شنحين نازل تكبل قال لا يا خويا نزلتي تدري بخيت نم يوم بيوم ما شافته الذلوي الهضم فطنت على العذوة يوم بيوم عليتك يا عباس اتحضر يوم اطلعت اي والله عليتك يا عباس يوم اطلعت ترضى يا حيدر شيمتك شمر وزاجر لها ويله لو عثرت النقيت عثر وويله يضرب بناتك حق وكان انجلا عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم منازل منازل بيت الدعاء واسلك الدعاء منازل كانت نيرات بأهلها فأضحت عليها غبرة وكتام خليت الديار موحشة يا سيدي مكة موحشة المدينة موحشة ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام يا الله اللهم بحق الحسين وجد الحسين وأبي الحسين وأم الحسين وأخي الحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا يا الله وعن مرضانا وعن جرحانا وعن معتقلينا ومعتقلاتنا ورد غرباءنا وارحم شهداءنا يا الله وغير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم يا الله اللهم من أرادنا بسوء فأرده ومن كادنا فكده يا الله جماعتي الحاضرين اعبدهم فردا فردا لا سيما المؤسسين لهذا السبب العظيم اللهم احفظ سيدنا هذا واجعله ذخرا للإسلام والمسلم ووفقه بتوفيقك يا الله وسدده بتسديدك وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء والعلماء وخدمة أبي عبد الله الحسين رحم الله من يقرأ الفاتحة قبل صلواته.